السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، في هذا الفيديو سأقوم بشرح حل لمشكل الذي يعاني منه الكثير منا، خاصة الطلبة، خلال فترة إعداد البحوث وخلال فترة إعداد مشاريع التخرج. هذه المشكلة وهي الملفات المشفرة والمحمية، بحيث لا نقوم بالنسخ منها ولا بالقيام بالتغييرات عنها. كمثال لهذه الملفات، لدينا هذا الملف الذي نلاحظ بشكل واضح خلال العنوان أنه مشفر، كلمة secured، أو من خلال هذا الأيقونة وهو على شكل قفل، حيث نجد بصراحة العبارة you cannot edit or copy this document، يعني أنه لا نستطيع القيام بنسخ هذا المحتوى. كما تلاحظون، عندما نقوم بتحديد هذه الجمل ونضغط على الفأرة، فلا يعطينا خيار النسخ. كذلك عندما نقوم بالضغط على Ctrl C لا يعطينا هذا الخيار. إذا ما الحل؟ الحل بكل بساطة هو كما يلي، بدون برامج ولا مواقع. أولا نقوم بإقفال هذا الملف، ثم بعد ذلك نقوم بفتحه في موقع محرك البحث جوجل كروم. نقوم بفتحه هكذا، ثم بعد ذلك نذهب إلى هنا ونضغط على امبريمي، بعد ذلك نضغط على شونجي أو تشينج بالإنجليزية، نضغط على انريجستري او فورمات بي دي اف، ثم بعد ذلك على انريجستري. نقوم بتحديد مكان الحفظ، مثلا بيرو او ديسكتوب بالنسبة لي. نقوم بتغيير الاسم، سأسميه مثلا موديل. بعد ذلك نقوم بانريجستري، وقد تم تسجيل الملف الجديد. نقوم بإغلاق جوجل كروم، وهنا لدينا الملف الجديد، نقوم بفتحه. كما تلاحظون، لم تعد لدينا أيقونة التي تخبرنا أن الملف محمي وأنه مشفر، وبكل بساطة الآن نستطيع نسخ المضمون. إذن فهو يعطينا اختيار كوبي. هذه هي الطريقة يا إخواني، بكل سهولة، بدون حاجة لا إلى برامج ولا إلى مواقع، كما توضح الفيديوهات الأخرى في يوتيوب.